جمعية نادي بسار عندها قريب 25 سنة ولا أكثر، 35 سنة يمكن، ملي هي موجودة فيها أكثر من 50 طبيب عيون. أنشطتنا احنا ناشطين، نقوموا ب قمنا برشا أنشطة، يعني أنشطة متاع عيادات وإلا عمليات، يعني قوافل متاع جراحات في تونس وفي خارج تونس. عملنا يمكن أكثر من 300 العمليات، 30,000 عمليات قوافل صحية جراحية ولا عيادات.